السلام عليكم، شخباركم؟ كل شي بخير. اليوم غنصاوب معكم ان شاء الله بيتزا الانواع باش ما كان. اليوم غنديرو فواكه البحر ونبداو على بركه الله. عندنا جوج لاباط ديال البيتزا معجونين بطريقه سهله، راه عجنتها معكم ووريتكم شحال هادي باش راكينه في القناه حتى هي. دابا عندي جوج كريسات ديال لاباط ديال البيتزا، غنحتاجو شويه الفرص باش نطلقوهم، غنحتاجو شويه بلح البحر اللي هو بوزروك، بسلوق ومحلول، نحتاجو شويه كروفيت خضر، شويه كروفيت هو بسلوق، وراس الطومات تاهي راه دايرها معكم في القناه، راه موجده معكم هادشي ديال البيتزا. وعندنا شويه الكالامار وشويه الفرماج، هادي بفواكه البحر، وكل واحد يختار باش ما بغى يعمر البيتزا. دابا البيتزا راه مطوره، كلشي كيعرف يصوبها، لا في العجينه لا في الخليط لا في كلشي. غنبداو على بركه الله. غنحتاجو غير المول ديال الكيش ولا اي باش كتقطع، نقطعو مثلك هادشي اللي غنحتاجو. ونبداو على بركه الله. نطلقها معكم هنا، ناخذ شويه الطحين نديرو هنا، وناخذ وحده ديال البيتزا كنكون مجداها بهذه الطريقه، نطلقها معكم. ديما كنت كنديرها معكم، راه الطريقه زوينه وكتطبقيها في اي وقت هكذا. دابا غادي ناخذو هاد باش نتراسيوها، كناخذو القياس ديالنا هكذا تنوركو بحال هكذا، نزولو هاد الفائض لي زيت هكدا، تنضغطو مزيان وكنزولو العجينة من الجناب باش نخليوها بشكلها بهاد الطريقة. شتي هكدا، هاهي. دابا غنديروها في المول ديالها، غادي نرشو شوية طحين هكذا باش ما تلصقش، وما غتلصقش لان في قلب الزبده. غادي نهزوها بهذه الطريقه هكذا، شي هي كنلعب بها كيف ما بغيت، ما نخافش منها هكذا. غادي ندهنوها غير مطيشه في الاول هكذا، ندخلوها الفران نديرو لها نص طيبه ندخلها الفران دابا ونرجع معكم. هذه الثانيه نفس الطريقه، هي غنديرو لها هكذا بحال بحال، نزولو هاد الفائض، نضغطو مزيان هكدا، هاهي مكتلصقش. تاهي غنديرو ليها المطيشة هكدا، غادي نهزوها هادي تاهي نديروها فوقها نفس الطريقة وبحال بحال، طريقة وحدة. تاهي غنديرو ليها المطيشة، ندخلوها طيب نص طيبه، هكذا. حتى الا بغيتي كاع تعمرها ديريكس عمرها ديريكس، انا كنفضل ندير ليها نص طياب
وخلف فواكه البحث يكونوا عندي خضرين حيت فسع كيطيبوا. هي غنديها الفران، هي خرجتها دي من الفران، الشعي كتقبط شويه ماشي كطيب، اللي كتقبط العجين وكتفرق على جوج. شو الطريقه؟ راه كاينه في القناه، خدوها راه زوينه، راه كنديرها معكم في رمضان. دابا غادي نبدا نعمر. غنبدا شويه الفرماج، اللي عنده موتزاريلا يديرها، واللي عنده فرماج هذا يديرو. حتى لا كريم فريش الا كاينه دير، يمكن دير شي معلقه من الفوق، ماشي بزاف غير شويه. غادي نبدا نزيد الكالامر، راهو عندي خضر ورقيق مقطع رقيوق. شتو الكالامر مقطع رقيوق، تنديرو خضر باش تبقى ريحه الحوت. غنديرو كله في الكالامر، وغنزيد الفرماج من الفوق. هكذا نسيت ما قلتش لكم الزعتر، ها هو غنديروه هكا بهذه الطريقه. نخليه شويه وريقاس ماشي محكوك بزاف بهذه الطريقه، وغندير شويه الابزار من الفوق غير شويه رشيشات باش ما تجيش مالحه وما تجيش بزاف، وشويه زيت البلديه من الفوق بهذه الطريقه. دابا غندخلها الفران. هذه الثانيه حتى هي غادي نعمرها قدامكم بطريقه. هذه عندي الكروفيت هكذا، حيت غندير فيها الكروفيت عندي مسلوق. غندير شويه الفرماج فوق من الكروفيت هكذا هكذا، ندير حتى من الداخل هكذا. وغادي نزيد عليها هاد الليمون، كنحطوهم عشوائيين بهذه الطريقه، سلقينهم هكذا. كناخذوا هاد الكروفيت بالقشور ديالو، كنديروا واحد السلسله كديكور هكذا. هكذا فوالا ياك. وغادي نزيدو الفرماج فوق من لي بلح البحر هكذا. الكروفيت بلا ما نضيعو فيه الفرماج لان غادي نقشروه غير الجناب ديالو، وكنكتفيو بهذا القدر. وهادي عندي الطريقه ديالتها، هاد القرعه هادي راني دايره فيها الزعتر، ها هي كتبان، والملحه والابزار والثومه. هاد القرعه الزعتر والملحه والابزار والثوم، كنخلطوها هكذا هكذا، وتنقطرو فوق من البيتزا. هادي خاصه بالبيتزا بهذه الطريقه. وإلا كاين الحبق تنديرو وريقات ديال الحبق، إلا مكاينش بلاش. بحال دابا هاد وريقات الحبق تنديروهم هكذا. صافي غندخلوها الفران. بغيتو ديرو الزعتر ديرو، حيت أنا دايره هاد القرعة فيها كلشي. صافي غندخلها الفران. هما بجوجهم دابا في الفران. دابا حنا غنوجدو وجدات، نحط واحدة ها هي هادي، نزيدو الثانية هادي بالكروفيت. شتو راه طاب؟ نقرب ليكم، ها هو هي حتى هي الثانية، ها هي غنحطها معاكم دابا.
هيا سي غنوجدو معاكم. باردون واحد هيا طلع فوالا، نقرب لكم تشوفوها الشكل جات غزاله. ايوا كنكتفيو بهاد القدر. ايوا تبارك الله عليكم والله يحفظكم وبصحتكم، كنخليكم على راحتكم. باي باي.